التي تصر على عدم طاعتي واستفزازي دائما، وقد حاولت مرات كثيرة تطليقها لكنني أتراجع حرصا على أولادي، وقد حاولت التفاهم معها بالحسنى لكنها مصرة على عدم الطاعة، فماذا أفعل معها جزاكم الله خيرا؟ فضيلة الدكتور المسير، هذه قضية من القضايا العامة في الحياة الزوجية. نعم. وننصح الزوجات بحسن الخلق مع أزواجهن كما ننصح الأزواج بحسن الخلق مع زوجاتهم. نعم. لأن طبيعة الحياة الزوجية تقتضي الصبر الجميل وتقتضي حسن الخلق، وحسن الخلق لا يعني كف الأذى فقط، وإنما حسن الخلق تحمل الأذى من الآخرين. نعم. والله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. فمثل هذه الزوجة التي يشتكي منها زوجها، قد تكون صاحبة أولاد، وقد تكون خيرا من زوجة أخرى تخونه في عرضه أو في ماله، فليتحمل ولينصح وليقدم النصيحة لها ويصبر على أخلاقها، عسى الله أن يهديها سواء السبيل. ولتعلم كل امرأة أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل الجهاد ويعدل الحج بعد الحج، لكن قضية قليل منهن من يفعل ذلك. نعم. والله يهدينا سواء السبيل. جزاكم الله خيرا.